طيب سريعا، الاهلي النهارده فاز على فريق الاعلاميين 1-0. دي البروفه الاخيره قبل مباراه القمه، هتكون يوم السبت الاهلي والزمالك. حتى الان لم يتم تثبيت ملعب هذه المباراه، سواء اقيمت في برج العرب او اقيمت في اي من ملاعب القاهره، حتى الان لم يتم التاكيد على ده. لكنه مؤكد مباراه للقمه في الاسبوع الرابع مختلفه عن كل القمم السابقه. كان دايما وابدا الاهلي والزمالك في توقيت متاخر، فليها كل الإثارة وليها كل الحساسية وليها كل التوتر. المرة دي حسنا فعل اتحاد الكرة انه حطها بدري شوية في الجدول. النهارده الأهلي اختتم استعداداته لهذه المباراة بتجربة مع فريق الإعلاميين، فريق جيد في دور القسم الثاني. فاز الأهلي 1-0 بهدف وليد أزارو. يمكن ريني فايلر المدير الفني حرص على تجربة كل اللعيبة المتاحين اللي موجودين في ظل غياب لعيبة المنتخب مع المنتخب الأول ومع المنتخب الأولمبي. الأهلي بدأ المباراة بالتشكيلة باشمهندس، ضم شريف إكرامي، محمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمود وحيد، وألو ديانج، وحسام عاشور، وليد سليمان، ومحمد محمود، وأحمد الشيخ، ووليد أزارو. وفي الشوط الثاني لعب علي لطفي، وسعد سمير، وحسين السيد، ومحمد عبد المنعم، وصالح جمعة، وأجاييه، وجيرالدو، والعربي بدر. هتلاحظوا بعض اللاعبين الصاعدين اللي بدا ريني فايلر يديهم فرص: محمد عبد المنعم المدافع، العربي بدر الهاف ديفندر، بالاضافه الى محمد محمود بعد شفائه، وياسر ابراهيم بعد الاطمئنان عليه ايضا، وسعد سمير، وسعد سمير في مشاركه اولى له بعد شفائه ايضا، وصالح جمعه بعد ما خاض شوط في برنامجه التاهيلي البدني. واطمأن المدير الفني على كل العناصر وجرب حاجات كتيرة في هذه المباراة. عمرو السولية المصاب بعد الاطمئنان على حالته وشفائه من إصابة في جذع في الرباط الخارجي للكاحل، شارك في المران الجماعي اللي النهاردة أقيم بعد هذه المباراة للعناصر اللي ما شاركتش. واطمأن الجهاز الفني على حالة عمرو السولية يا باشمهندس. نتمنى عودة كل المصابين. الحقيقة يعني كل ما فرقتك تبقى جاهزة تبقى المرونة واضحة جدا في التشكيل وفي التكتيك وفي عايز تعمل مفاجأة تقدر تعملها وانت مطمئن، ما تبقاش كل تصرفاتك الفنية اضطرارية. الدكتور خالد محمود طبيب الفريق كمان قال بالنسبة لمروان محسن هيجيب له واقي للوجه، بعتين يجيبوه من شركة أسبانية في خلال أيام حسب المقاس الخاص بيه، وده لوقاية الوجه عمرو او مروان محسن بعد اصابته بكسر في عظمة الوجه. وبينفذ مروان برنامج تأهيلي علشان يكون جاهز للمرحلة اللي جاية ان شاء الله بعد الجراحة اللي اجريت ليه في الوجه. نتمنى عودة مروان سريعا، حتى المنتخب محتاجه جدا. المنتخب محتاجه، والمنتخب النهاردة في اول مباراة للجهاز الفني الجديد فاز على بتسوانا 1-0. الهدف سجله حمدي فتحي لاعب وسط الاهلي في اول مشاركه له مع المنتخب، يعني يبقى حمدي فتحي في اول مباراه دوليه له بيسجل هدف. المنتخب فاز 1-0، والكابتن حسام البدري المدير الفني شاف كل اللعيبه اللي اختارها، بدا بتشكيل من الشناوي وعبد الله جمعه ومحمود علاء واحمد حجازي واحمد فتحي، ولعب النني وطارق حامد في نص الملعب، وقدامهم كان في تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات واحمد حسن كوكا كمهاجم. اول التغييرات لعب حمدي فتحي بدل النني في الدقيقه 53، ولعب محمد مجدي قفشه بدلا من عبد الله السعيد في الدقيقه 59. التغيير الثالث كان محمد عواد بدل الشناوي في الدقيقه 61، وفي الدقيقه 67 كان التغيير الرابع نزل حسام حسن بدلا من كوكا، ولعب عمر جابر بدلا من طارق حامد في الدقيقه 80، وعمر السعيد شارك مكان حسين الشحات في اخر 7 دقائق. مباراه فريق الشباب في الاهلي مواليد 99 كان هيلعب مباراه مع طنطا، اتاجلت. كان المفروض المباراه تتلعب بكره، اتاجلت علشان ملعب طنطا مشغول بمباراه في كاس مصر. فريق الناشئين لكره القدم في الاهلي بقى مواليد 2000 بيستهل مشواره في بطوله منطقه القاهره بكره ان شاء الله مع المطريه في ملعب الاهلي في مدينه نصر. الجهاز الفني لفريق 2000 فيه الكابتن مدحت طه اسماعيل مدير فني، واشرف ابو زيد مدرب عام، وخالد حسن مدرب حراس مرمى.
تجهيزات فنية للقاء القمة يا باشمهندس، يمكن العناصر الجاهزة نسبة كبيرة، سواء اللي جايين من المنتخب أو اللي جايين من المنتخب الأولمبي أو اللي موجودين مع الخواجة. ما أنا بقول لك يعني الحمد لله تقريبا عودة المصابين كلهم، ف يعني حاجة مريحة، حاجة مهمة. بس أنا سمعت إن هيبقى في ماتش ودي تاني، يمكن يوم الأربعاء تاني؟ آه يبدو، لأن برضه في لسه حاجات عايز يطمن عليها. فاللي سمعته إن في ماتش ودي تاني يوم الأربعاء بإذن الله، عشان تبقى آخر حاجة قبل القمة، المباراة السبت. هل الأربع مش والله ده سمعت، ما الله أعلم. آه بس لو يتأكدوا لنا دلوقتي يبقى كتر خيرهم في الإعداد.